بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيشرفنا النهارده ان احنا نشارك وللعام التالي والتاني في واحد من الحاجات الاضافه الكبيره جدا لينا في مصر. الحقيقه هو مش مهرجان، هو اكتر من مهرجان، العالم عالمين، لانه بيعبر عن جزء مهم جدا الجمهوريه الجديده. زي ما احنا في العاصمه الاداريه، عاصمه مصر الجديده بمنشاتها اللي بتعبر عن حاجات كتير قوي في الجمهوريه الجديده خلال العشر سنوات الحقيقه اللي شعارها التنميه والنماء، احنا كمان يعني معانا في العالم عالمين منتخب مصر البارا اولمبي. اطلقنا للمنتخب الاولمبي الزي الجديد في عاصمه مصر الجديده، وكان كل ولادنا اللي بداوا السفر لبدايه الدوره الاولمبيه باريس 2024. زي ما الفريق والمنتخب الاولمبي ولاد مصر اللي كرموا من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما مع اولاده الرياضيين والشباب المصري، وكانت الرساله من القلب، من قلب الاب لاولاده الرياضيين، بيهنيهم على الفوز الكبير جدا في دورة الألعاب الأفريقية، لكن قال كمان الأخلاق مهمة. إحنا هنا النهاردة مع منتخب مصر ومنتخبات مصر، بس بنقول منتخب مصر الإنساني وهو البارا أولمبيك القادرون. القادرون إن شاء الله هيسافروا بعد الدورة الأولمبية، تبدأ البارا أولمبيك في باريس في يعني الألعاب الرياضية المختلفة، إن شاء الله ربنا هيوفقهم. زي ما حصل لكل الرياضيين في الأولمبيك بالضبط بيحصل في البارا أولمبيك، نفس اللبس، مشروع قومي أولمبي، مشروع قومي بارا أولمبي، مشروع البطل الأولمبي بيوازي مشروع البطل البارا أولمبي، وكمان الحوافز المالية وأيضا المعسكرات في كل مكان بالتوازي ده تم. أنا بشكر مجلس إدارة اللجنة البارا أولمبية كلها الحقيقة ورؤساء الاتحاد، لأن هم بيتعاملوا مع أولادهم لكن مرتين، مرة للاحتراف في إدارة عملهم ومرة القلب والإنسان، وكذلك وزارة الشباب والرياضة، وأيضا الرؤية الكبيرة جدا في 2014 اللي حطها فخامة الرئيس لكل القادرون، واللي بتعبر عن التعادل وإزاي في دمج وتعادل لبناء الإنسان والإنسان المصري. إحنا بنعتز وبنفتخر إن إحنا بنشارك في العالم عالمين، لكن المرة دي في رسالة تانية. الرسالة التانية هتتخيلوا إن طلبة الجامعات هيجوا، هتتخيلوا طبعا مع وزارة التعليم العالي، كمان وزارة الثقافة بفنونها الإرثية اللي بتعبر عن حاجات كتير هتشوفوها، وإحنا كمان وزارة الشباب والرياضة هنكون مشاركين. مين اللي هيجي؟ هيجي مراكز الشباب، هيكون في رحلات موجودة، هيكون كمان منتجات مراكز الشباب من الحرف اليدوية، هيكون كمان السن الصغير من النشأ، وإزاي استراتيجية بناء الإنسان، وإزاي إحنا من خلال التنمية البشرية، لأن بقت مجموعة من الوزارات والوزراء الحقيقة برئاسة نائب ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار للمجموعة اللي هي هدفها بناء الإنسان، وبالتالي كل ده هيكون موجود في العالم عالمين. يعني الموضوع جزء منه الحفلات، لكن أجزاء تانية هيكون موجود رحلات يوم واحد، وهيكون موجود أنشطة متعددة كتير جدا. هنشوف مهرجان للهيجن، وهنشوف سباق السيارات، وهنشوف كمان الألعاب الترفيهية. يعني إيه الألعاب الترفيهية؟ إحنا كمان في دراساتنا الشبابية عملنا اتحاد يعني أهالينا وشبابنا اللي بيلعب طاولة ودومينو وبعض الألعاب الأخرى التانية. إحنا بنعمل دوري القهاوي وبننزل في كل المحافظات، هيكون في تسابقات موجودة. طب إيه كمان؟ إحنا عندنا واحد من أقوى الدوريات المنظمة بشكل كبير جدا، دوري مراكز شباب مصر. إحنا هنعمل هنا كاس دوري مراكز شباب مصر، وهيكون التصفيات النهائية هتكون موجودة على أرض العالمين، بالإضافة إلى
الألعاب الرياضية المختلفة. ده تعبير جيد جدا عن اهتمام الدولة المصرية، احنا جزء منه في وزارة الشباب والرياضة، مش بس الرياضيين، لا ده الرياضيين والشباب والأعمار المختلفة، لأن فعلا بنعبر عن هذا الموضوع. وارتبطنا كمان في برنامج عمل حكومي بمعدلات هنتابعها، وزي توجيهات دولة رئيس الوزراء ان احنا كمان تبقى في معدلات رقمية على ما يتم تحقيقه.